مشاهدينا الكرام، ننتقل بكم إلى محافظة دهوك، حيث شهدت المحافظة زيادة توافد السياح مع قدوم المناسبات العامة. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من هناك مباشرة مراسلنا بيوار داخاس. بيوار، مساء الخير، ضعنا في جمالية هذا المشهد في دهوك. نعم بيوار. نعم إبراهيم، مساء الخير لك. مساء الخير وللزميلة نوفين. مساء الخير إبراهيم. يعني السياحة الشتوية لا تقتصر فقط على الأماكن التي تتساقط فيها ثلوج بكميات كبيرة، يعني أمثال الجبال خاصة جبل قارة وهذه الأماكن التي تشهد سقوط ثلوج فيها. صحيح أن هذه المناطق التي تكون لها حصة الأسد من السياح القادمين إليها من محافظات وسط وجنوب العراق، لكن هذا لا يعني أنه الأماكن الأخرى خاصة يعني داخل المدن لا تشهد استقبال عدد من السياح. على العكس، يعني حتى داخل مدينة دهوك هناك إقبال كبير من السياح، سواء كان ذلك من المحافظات العراقية أو حتى يعني باقي محافظات إقليم كردستان، خاصة يعني السياحة الليلية. تشهد محافظة دهوك ومدينة دهوك بالتحديد يعني استقبال عدد كبير من السياح. حسب أرقام تقديرية لدائرة السياحة في دهوك، منذ مطلع هذا العام إلى حد هذه اللحظة، معدل يوميا زار قرابة 1000 سائح محافظة دهوك، وهذا العدد يعني لو نقوم بعملية جمع هذه الأعداد إلى حد هذه اللحظة أكثر من 45,000 سائح زاروا مدينة محافظة دهوك بكل أغذيتها ونواحيها والأماكن السياحية فيها. إضافة إلى هذه، هناك بعض المناسبات الأخرى التي تؤثر إيجابيا على زيادة أعداد السائحين، يعني مثلا اليوم 14 من شباط أو ما يسمى بعيد الحب، هناك بسبب يعني القيام العديد من الحفلات أيضا هناك توافد عدد كبير من السياح إلى محافظة دهوك وإلى مدينة دهوك وإلى يعني هذه الأماكن السياحية الموجودة في دهوك. كما يحدث نوعا من الانتعاش الاقتصادي، سواء كان ذلك في الفنادق، المطاعم، الأماكن السياحية وحتى تجارة الورود ومحلات بيع الورود. يعني في دهوك هناك العشرات من محلات بيع الورود الطبيعية، وحسب يعني تقديرات أصحاب هذه المحلات أكثر من 50,000 وردة حمراء تم تجهيزها خلال هذا اليومين، ويقدر يعني مبلغ عدد أو مبلغ هذه الكمية من الورود أكثر من نصف مليون دولار، وهذا لديه نوع من الانتعاش ونوع من التحفيز للأسواق، ويحدث هناك سيولة في الأسواق. عدا هذا يعني أيضا الجهات الرسمية مثل دائرة السياحة ودائرة الثقافة في دهوك ونقابة الفنانين منحوا العشرات من إجازات قيام الحفلات خاصة يعني اليوم. إضافة إلى هذه أود الإشارة بموضوع آخر إبراهيم، يعني هناك بعض الأيام التي يكون فيها تاريخ مميز أو هناك جمالية للرقم. على سبيل المثال يعني نحن مقبلون على يوم 22 من شباط، وهذا العدد لجماليته أيضا يعني هناك الكثير من المناسبات حتى الاجتماعية يؤجلونها ويضعونها في هذا اليوم بالتحديد، يعني هذا أيضا يكون له تأثير على الأسواق وعلى الحركة الاقتصادية وعلى توافد السياح. نعم بيوار، هل كان لك ولو بصورة قليلة يعني جزئيا مشاركة في يوم عيد الحب شخصيا؟ يعني إبراهيم رغم أن الحب لا يقتصر يعني فقط على فئة محددة، يعني الكبار والصغار الكل يشاركون في هذه المناسبة ويتبادلون يعني الورود والهدايا تعبيرا للحب، لكن على ما أظن الموضوع يتركز أكثر على الشباب، ونحن كل عام وانت بخير من هذه المرحلة ودخلنا يعني أصبحنا شياب. نعم إذن بالطبع بيوار، ستساهم هذا التوافد للسياح بإنعاش حركة الأسواق في دهوك. بيوار داخاز مراسلنا من دهوك الخشتفي، شكرا جزيلا لك لمشاركتك في هذه النشرة.